والحمد لله اليوم أن بعد ما بعد مجموعة ديال المحطات النضالية اللي دخلنا اللي خديناها مع لجنة اليقظة، الحمد لله أن اليوم أننا استنفنا العمل ديالنا كقطاع المقاهي والمطاعم ووفرنا جميع أنواع الشروط السلامة. ربما راه لاحظتوا جميع وكذلك ان تبعنا مجموعه ديال كل جميع انواع ديال المطبوعات راه تبعناهم، علما ان هذه المطبوعات كانت من الاحرى كانت الدوله هي اللي خصها توفرهم، ولكن للاسف الشديد ما وفرتهمش. حنا وفرناها وفي نفس الوقت حنا كنشكروا جميع السلطات المحليه من يعني بكل صراحه بالتجاوب ديالها والتعاون ديالها مع المهنيين بشكل عام على المستوى المحلي. وكذلك حنا في نفس الوقت اننا حنا كنحتجوا كاشاره، لان حنا كل جميع ربما قانون الطعام على المستوى الوطني انه اليوم راه كيحملوا واحد الطريقه، داروا واحد الطريقه احتجاجيه جد حضاريه اللي هي اشاره حمراء على الكتف ديالنا اللي جميع لا بالنسبه لنا ولا للعمال ديالنا، هذا تعبيرا على التجاهل ديال الحكومه للاسف الشديد اللي هي احنا الغرض ديالنا من الطلب اللي كنا سبقنا نطلبناه في لجنه اليقظه انه باش ماشي غرضنا ان نتلاقاو كل وزاره على حده، لان لا فائده من باش نتلاقى مع كل وزاره بوحده، لا فائده من دوك الاجتماعات، درنا الاف الاجتماعات معهم ولكن للاسف الشديد دون جدوى. احنا كنا كنلتمسوا باش كنا كنطلبوا باش تكون عندنا واحد لجنه اليقظه باش تجمع هذوك الوزاره اللي مرتبطه بينا باش يمكن لنا هذوك باش ما نبقاش يلوحنا من الوزير للوزير. من الوزاره للوزاره، لان الوقت اللي كنجمعهم كاملين كاع اللي عنده شي اشكاليه مع شي وزاره اخرى غادي نحلوها في هذاك الاجتماع، هذاك المشكل كله ديال قطاع المقاهي والمطاعم على المستوى الوطني والقطاعات المرتبطه يتحل في ظرف 20 دقيقه ولا نص ساعه ديال المكانه ديال الاجتماع. ولكن للاسف الشديد الحكومه ديالنا ما واش كتستهن بهذا القطاع ما عرفتش هذا، وللاسف الشديد المرات الاخرى كنوجهوا نداء انه هذه لجنه القضاء اللي هي باش خصنا باش نبركوا باش حنا، لان الا كنا كنفكروني في نموذج تنموي يمكن لنا النضوء بالاقتصاد الوطني، راه ضروري خصنا كل قطاع قطاع خصو يدار ليه قانون منظم له، راه الا ما درناش هكا راه ما عمرنا غادي يمكن لنا غنزيدوا بالاقتصاد الوطني الى المستوى المطلوب عالميا ونفس الدول كذلك. حنا بالنسبه حسب المجموعات اللي عندنا دابا، حنا اللي حصل اللي عندنا دابا على المستوى الوطني ما كاينش الاستمراريه 100% 100%، بل انما كاين تقريبا واحد 60% انطلقات، كاين واحد 30% اللي هي غير قادره باش تنطلق لان لها اسباب، لان ما عندهاش الظروف ديالها ما سمحتش ليها باش الظروف المزدهره بالنسبه للناس، عندها التراكمات عندها الكراء عندها واحد المجموعه ديال الاشكالات ما قدرتش انها تنطلق، هذا مشكل بحد ذاته لان حتى الابناك ما استجبتش ما واكبتش القطاع المهني في هذه المساله. كذلك انه كان واحد لان حتى الجمعيه الوطنيه الوقت اللي اتخذت قرارات ان اعطت خلات الاختيار المهنيين خاصه الكتاب الفروع، اليوم وجده ما غتحلش، داروا علاش؟ لان غير قادرين ولهم الحق هما كذلك. وكان كذلك سيدي سليمان ما حلش حتى هما نفس الشكل، كاين مجموعه ديال الاقاليم اللي مازال ما حلوش فيها، وحتى الاقاليم اللي حل فيها ما حلوش الناس كلهم لا درك 100%، هذا هو اللي كاين. بالنسبه انا زبون هذا المقهى، بالنسبه للاستعدادات راه كنشوفها انها مناسبه، كاين الاحترام ديال مسافه الامان، وكاين كذلك استعمال هذوك المعقمات، والحمد لله الامور راه مزيانه. بالنسبه للزبناء راه واخدين جميع الاحتياطات، كيستعملوا الكمامات الواقيه، كيستعملوا المعقمات اللي كيحملوها معهم الشخصيه، والحمد لله نتمنى جميع المواطنين يحترموا هاد القوانين اللي حاطها الدوله اليوم صرنا ان شاء الله بالافتتاح، والاحترام ديال مسائل الاحترازيه وداكشي ديال الوقايه والتنظيف ولا داك التباعد الاجتماعي، المهم 50% باش خدامين على الطاقه العاديه. وكتعرفوا بان الحركه شويه في الاول راه شويه ثقيله، حيت الناس الله يحسن العوان هذه شهرين ولا ثلاث شهور هما جالسين، عاد باش الناس كيستانسوا شويه وكيولفوا بعد الزبناء، عاد كاين الناس اللي مازال متخوفين كاين هذا، ولكن الحمد لله فاش كيدخلوا كيلقاو المسائل مضبوطه، وهذا الناس عاد تتشجع شويه بشويه بشويه، الناس كيدخلوا هذا هي الاغلبيه الناس فتحوا
كانوا بعض الناس خدموا بداك الصفات ديال لومبورتي، وكل الاغلبيه كانوا سادين، وتدريجيا بداو الناس كيحلوا. في الاول كانوا بزاف الناس سادين، وبعد تدريجيا بداو كيحلوا، ولكن دابا الحمد لله الناس كلها راه حلات، الناس راه كلها خدامه، حيت الناس راه كانت مقهوره وثلاث شهور الناس بلا مدخول بلا هادي، الله يحسن العوال الجميع. الناس دابا كتستقفل ان شاء الله بالخير، ولو واخا زعما ما استفدنا لا اعانه لا داك ضمان اكسجين ما كاينش. انا شخصيا دفعت الملف الشهر، وانا كنصوب في الملف ما عطاوني شاي، ولكن الحمد لله حنا بغينا غير الحكومه واحد الالتفاته من عندهم ولا لجنه اليقظه، نتحاوروا معاهم ونعطيهم المشاكل اللي عندنا حنا في القطاع باش تهم غير يواكبونا، حيت راه الحركه راه وقفه.